نشرت صحف المصرية اليوم مسودة اشتراطات البناء الجديدة في القاهرة والجيزة، وسيتضمن المشروع حظر البناء السكني بشكل كلي في أكثر من 19 منطقة محافظة الجيزة، وتشمل أحياء بولاق الدقرور وأرض اللواء وميت عقبة وبين السرايات وأغلب مناطق حي العمرانية وغيرها. كما سيصبح الحد الأقصى للارتفاع في نطاق الجيزة بكامل 5 أدوار، بما لا يزيد عن مرة ونصف من عرض الشارع. وفي القاهرة تم تقسيمها إلى قطاعات تتراوح في الارتفاعات بين 4 و6 أدوار، بالإضافة لتطبيق كود انتظار السيارات. وتجري حاليا مناقشة المسودة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وينضم إلينا من اسطنبول إبراهيم الطاهر، الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية. أهلا بك معايا إبراهيم، وخلينا نبدأ من المسودة اللي كلنا اطلعنا عليها، مسودة اشتراطات البناء الجديدة اللي اطلعنا عليها في المواقع المصرية وتم نشرها بالفعل حتى الآن. إيه رأيك فيها بشكل عام؟ نعم، اهلا بك وبالساده المشاهدين. هي زي ما حضرتك اشرت، هي لا تزال مسوده في من قسم التخطيط العمراني في جامعه عين شمس، ستعرض على الهيئه العامه للتخطيط العمراني ثم على الحكومه المصريه لاعتمادها. يعني اذا المساله احنا بنتكلم في ما زال قدامنا بضع من الوقت، ايام او اسابيع قليله لاعتماد المسوده بشكل نهائي وتصبح قرار نهائي خلال أيام. ودي كان بناء على توجيهات السيسي في آخر كلمة لي بأن خلاص يعني المفروض نوقف عملية البناء، نرجع أو نستأنف عملية البناء من جديد وننزل الاشتراطات. فالحكومة استجابت بشكل سريع للتوجيهات السيسي ونزلت المسودة مباشرة ل ما يمكن وصفه بإشغال الرأي العام لحين اتخاذ القرار اللازم بهذا القرار. وبالفعل يعني حتى اشتراطات أو النزول بهذه الاشتراطات في صورة قرار، أصدر رئيس الحكومة قرار باستئناف البناء لحد حتى 4 طوابق فقط لحين اكتمال المسودة في صورة قرار نهائي. لكن هذا بصفه فيما يخص المسوده تحديدا. اما فيما يخص يعني لا يمكن قراءه هذا الامر كله بعيدا عن المشهد العام سواء السياسي او الاقتصادي. يعني على سبيل المثال احنا بنتكلم على ان الحكومه في خلال الفتره اللي فاتت، يعني وتحديدا من شهر يونيو مايو ويونيو الماضي، شنت يعني حرب ضروس على المواطن المصري بمجموعه من القرارات، بدات باستخدام ما يمكن وصفه ب القناصة، رفع أسعار هنا، إلغاء دعم هناك، رفع تذكرة الطيران، رفع كهرباء وهكذا. دي كانت قرارات بسيطة. تطورت هذه الحرب إلى استخدام ما يمكن وصفه بالمدفعية الثقيلة، وكانت في صورة وقف البناء لمدة 6 أشهر، ثم موضوع قانون التصالح في البناء. الحقيقة أن المواطن المصري أو الشعب المصري اللي تحمل ضغط رفع الأسعار وضغط رفع الخدمات ومرار المعيشة خلال الفترة الماضية لم يتحمل أن يجد نفسه في الشارع، فعبر عن غضبه ونزل في احتجاجات غاضبة لعدة أسباب. لأن القرارات اللي حصلت ديت كان لها تبعات اقتصادية قاسية جدا على المواطن المصري، بدءا من قرار وقف البناء اللي السيسي طلب عودته بسرعة. ورغم أن السيسي هو اللي قال هنوقف البناء لمدة 6 شهور، في الشهر الخامس المفروض هنا، لأنه القرار كان في مايو الماضي، في الشهر الخامس هو اللي قال بنفسه أن 6 شهور دي كتيرة ويلا بسرعة عايزين نستأنف هذا البناء سريعا. ليه؟ الحقيقة أنه هو وجد ثمار مرة لهذا الأمر وتبعات اقتصادية خطيرة. طب يا إبراهيم خلينا نتكلم عن تفاصيل اشتراطات البناء الجديدة اللي هو الخبر بتاع اليوم. يعني في مناطق اتمنعت فيها البناء السكني بشكل كام وتام، ومش هيتم فيها أي بناء جديد إلا إذا تم بناء مدارس أو مستشفيات. يعني خلينا نتكلم عن النقطة دي. هل الحقيقة فيما يتعلق بالنقطة،
نعم، الحقيقة في نقطة موضوع الاشتراطات البناء، يعني بعيدا عن قراءتها في سياق المشهد السياسي والتبعات الاقتصادية للقرارات السابقة أو احتواء ما يسمى أو احتواء الغضب الشعبي، لكن خلينا نتكلم على الجوانب الفنية. الجوانب الفنية مش نهائية حتى الآن عشان نقدر نقول قرار نهائي فيها، لكن ما صدر منها أو ما ظهر منها يمكن يعني وصفه أن هو سهل جدا على تطبيقه في المدن الجديدة، لكن من الصعب تطبيقه في المناطق القديمة، وديت بشهادة خبراء التخطيط العمراني. يعني لما تيجي انت بتتكلم في مباني 12 دور و15 دور، عايز هتخليها ازاي خمس طوابق واربع طوابق وازاي هتتأقلم معاها؟ عندك مباني ده بنتكلم على المباني الموجودة بالفعل. هل اصلا عايزين، هل عندنا معلومات ايه اللي هيحصل مع المباني الموجودة بالفعل؟ حتى عشان كده بقول لحضرتك، حتى الان لا يوجد قرار فيما يتعلق بالمباني القائمه، لكن في حديث عن ان هو سيتم تحويل او تغيير مخصص البناء. يعني ممكن بعض الابنيه يتم عدد السكنيه يتم تخصيصها لمكاتب اداريه، او العكس بعض المكاتب الاداريه يتم تخصيصها لمكاتب سكنيه. سيكون هذه الاشتراطات هي التي ستحدد ذلك في الفتره المقبله. يعني هو باختصار بيحاول يعمل إعادة ترسيم للعشوائيات الموجودة، سواء أو للزحام أو لخلافه، وفقا لخطة وضعها المفروض على هذا الأساس. يعني نتمنى أن يكون هذا فعلا الهدف الأساسي لتلك الاشتراطات وليس أهداف أخرى، وبالتالي محدش يعني هيكون مختلف على ذلك، لكن سيكون هناك صعوبة كبيرة في التنفيذ. لكن أن تتخيلي فيما يتعلق البنية السكنية الموجودة بالفعل، ما الذي سيتم فيها؟ هناك تساؤلات كثيرة حتى الآن لم تجيب عليها المسودة ولم يصدر بشأنها قرار. الفراغات التي سيتم وضعها في الاشتراطات الجديدة، الفراغات بين البناء، كيف سيتم أيضا تطبيقها وتنفيذها داخل الكتلة السكنية المكدسة وداخل العشوائيات؟ صحيح زي ما بقول لحضرتك، هي أصلا في الأساس معظم المدن الجديدة عاملة بهذه الاشتراطات وفقا لقانون البناء الموحد اللي صدر في 2008. فاحنا ما عندناش اشكاليه اصلا في المدن الجديده. الاشكاليه الكبرى هتكون في المباني القديمه والاحياء القديمه للقاهره والجيزه. لكن هل الدوله حتى لو اتكلمنا على المباني الجديده سواء هتطلع في زي ما انت ما بتقول في احياء سكنيه قديمه او هتطلع في قرى او في محافظات مختلفه، هل الدوله تقدر تنفذ اصلا مسوده الاشتراطات دي لو هي حبت فعلا وكان في اراده سياسيه حقيقيه ان هي تنفذها؟ هل تستطيع تنفذها في كامل بر مصر؟ والله الحقيقة إن اللي حصل في تجربة قانون رسوم التصالح أو قانون التصالح في مخالفات البناء بيقول إن في صعوبة في تنفيذ هذا الأمر داخل، على الأقل داخل المدن القديمة. يعني على سبيل المثال، ما تم تنفيذه من في رسوم أو مخالفات البناء تم إزالة 6% فقط حتى الآن من إجمالي مخالفات البناء اللي بيقدر ب 2.8 مليون عقار او مليون مخالفه. فانت بتتكلمي حضرتك تنفذتي فقط 6% خلال الفتره اللي فاتت، والشعب ثار وحدثت مظاهرات واحتجاجات واسعه في الاماكن. يعني لو حضرتك بصيت على خريطه التظاهرات والاحتجاجات هتلاقيها كانت مركزه في الاماكن اللي كان فيها مخالفات واللي حصل فيها ازالات. وبالتالي قرار الدوله يعني او الدوله بكل قوتها لم تستطع حتى هذه اللحظه تنفيذ سوى 6% من مجمل القرار. وبالتالي احنا بنتكلم على ان ده يعني يقراه البعض في صوره تنازل اضافي او مسكن اقتصادي. استاذ ابراهيم، يعني خلينا غضب الشعب، خلينا نقلب السؤال بشكل تاني خالص. الدوله تعمل ايه؟ يعني الدوله دلوقتي عايزه توقف البناء المخالف وبتحط المسوده دي لوقت، نعم، او بتعمل عمليه التصالح وده مش عاجب الناس، فهمنا. الدوله المفروض ان هي تعمل ايه؟ الدولة المفروض تضع خطة. الأصل في حضرتك بتتكلمي عن أزمة طويلة الأجل، يعني أزمة تراكمية على مدار سنوات. ما ينفعش تيجي تحليها بين يوم وليلة، بين عشية وضحاها. أنت مش ماسكة عصاية سحرية هتضربي بيها فكل الأمور والمشاكل هتتحل. لابد أن يكون هناك خطة واضحة وتدريجية وطويلة حتى لا يغضب الناس. يعني ما فيش حد مختلف معاك على أن أنت تصلح ولا أنت تزيل العشية
عشوائيات لكن كيف سيتم تنفيذ هذه القرارات؟ هل سيتم تنفيذها على الجميع بلا استثناء أم سيتم تنفيذها على مواطن وعدم تنفيذها على مواطن آخر؟ يعني هل سيكون هناك خيار وفكوس في عمليات التنفيذ زي ما حصل في عمليات الإزالة؟ هل سيتم استثناء بعض المؤسسات؟ سيتم استثناء بعض المواطنين أصحاب الحظوة أصحاب العلاقات؟ يعني إذن المسألة ده رقم واحد. رقم اثنين إن لازم يكون عندك بديل للناس اللي ساكنة. أنت بتتكلم مثلا عندك برج مخالف في 12 دور، الأصل إن البرج ده يكون 6 طوابق أو 5 طوابق. طيب السكان الخمس طوابق التانيين دول هيروحوا فين لو أنت قررت إزالة هذه الطوابق؟ أين سيذهبوا؟ لازم يكون عندك خطة واضحة لهذا الأمر. النقطة الثانية، هدم هذه الطوابق وإلغاء هذه الوحدات السكنية، هل يترتب عليه ارتفاع في أسعار العقارات وأسعار الوحدات السكنية في نفس المنطقة أو مناطق أخرى؟ السؤال الثاني، هل تحويل العقارات من سكني إلى إداري هيرفع أسعار السكن أو العكس تحويلها من إداري إلى سكني سيرفع أسعار المكاتب الإدارية؟ يعني كل هذا الأمر لا بد أن يوضع في الاعتبار. لا تأخذ قرار وفقا أنا عايز أزيل العشوائيات والقرار يكون نبيل وفي ظاهره الرحمة ولكن في تنفيذه العذاب. صعب جدا. كل قرارات اللي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة ما فيش حد بيختلف فيها، لكن دائما كان في ظاهرها الرحمة وفي تنفيذها العذاب المهين للمواطن المصري. بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول إبراهيم الطاهر الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، نورتنا إبراهيم.